منافقين نصابين يوارين جذبة بيضة في البداية حطمتنا في النهاية جذبة بيضة في البداية حطمتنا في النهاية الجذب أساس الخداع وهذا هو أساس الخداع وهذا هو أصل الحكاية صواريخ وموجهة للمريخ من كل جهة صواريخ وموجهة للمريخ من كل جهة كل السنة البريد جذبة ورا جذبة شدموا على تمثيل والجذبة نحبه جذابين يلا يا المنافقين يوارين جذبة بيضة في البداية وانكشفنا في النهاية جذبة بيضة في البداية وانكشفنا في النهاية واللي شرار الدباع وهذا هو أصل الحكاية اللي شرار الدباع وهذا هو أصل الحكاية صواريخ وموجهة للمريخ من كل جهة صواريخ وموجهة للمريخ من كل جهة كل السنة بريد جذبة ورا جذبة دموعنا تمثيل والجذب ترى نحبه نقط رقم ناخذ رقم والسكبة تيش بتيش والمشكلة نخدع بعض بالحيلة حنا نعيش نقط رقم ناخذ رقم والسكبة تيش بتيش والمشكلة نخدع بعض بالحيلة حنا نعيش والسكبة تيش بتيش الله يهداك يا نوف الحين هذا هو وقت السوق ها انا شعرفني شلون اصفط الجنطه والله حالتنا حاله الله أكبر مشتاق لك والهان عليك وعلى قشمرتك وزعلك هلال نوف الله يهداك انت وينك تاخرتي وايد و ما تدرين الطياره باقي عليها ساعتين وتطير تاخرتي يا نوف هلال شنو اللي خشيته ورا ظهرك ظهري ماكو شيء من قال لك ان انا بس ظهري يحكني وصارت فيني حكه وقاعد احك ظهري بس نوف عطني اللي ورا ظهرك نوف لحظه عطني اللي ورا ظهرك ماما سميحه حبيبتي ماما سميحه والهان عليها والهان عليك يا ماما سميحه انت تدري ايش كثر انا احب ماما سميحه ليش كذي يا هلال ليش تحرمني من شوفه ماما سميحه من قالك اني انا اتضايق اني اشوف ماما سميحه من قالك اني انا ازعل لو انت حطيت صوره ماما سميحه ونصبح ونمسي عليها انا ما حد قال لي يا نوف انا قلت يعني لو جبت طاري ماما سميحه ولا شيء اقول يمكن تضايقين وتكدرين بالعكس يا هلال احساسك اخدعك يا هلال هذه ماما سميحه حبيبتي حياتي هذه ماما سميحة أنا أحبها وايد هذه حسبة أمي يا هلال طالما أني أنا أحبك قصبا علي لازم أحب ماما سميحة الكلام هذا من قلبك يا نوف ومن أعماق 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 قلبي
صدقني انا راح اثبت لك اني انا ايش كثر احب ماما سميح، بس احنا خلينا نوصل الديره احطها بعيون الثنتين، ما راح اخليها تسوي شيء، ما راح اضايقها بشيء، راح اشيلها على كفوف الراح. يا بعد عمري يا نوف، الحين فعلا انتي سريتيني وونستيني وطيبتي خاطري. صدقيني يا نوف، الحين ودي الدنيا كلها كذي تطير ونطيح كلنا مع بعض من كثر ما انا مستانس. الله يا نوف، هذا الكلام يطلع منك انتي بعد عمري؟ حلولتي روح وحياه هلال كله. حبيبي هلال الله يخليك، روح جيب الاغراض علشان نخلص نحطهم بالجنطه ونمشي نروح بسرعه حق ماما سميحه. انت تامرين من عيون الثنتين. الاغراض وين؟ عند الباب ولا عند الريسبشن؟ لا عند الريسبشن، وصاحب المحل جاي وياهم لاني انا ما كفتني الفلوس، قلت له تعال حلولتي حبيبي راح يحاسبك. عند الريسبشن؟ اي. وراعي المحل معاك؟ ما دفعتي له شيء كلش؟ لا ما عندي ولا فلس. حطي بالك على ماما سميحة. إن شاء الله حبيبتي هذه ماما سميحة. أنا أقول الجنجفة شنو قاصرها؟ أثر قاصرها الجيكر والميكر. إيش قطيتي؟ الميم؟ بس خلاص هن. يا ما صارت؟ أنا ناطرها من زمان. ياه جلس نلعب قواطي قاعدين بعد. روحوا تعلموا وبعدين تعالوا نلعبونا. روحوا طبعا الخبره غلبت الشباب. اي طبعا الخبره هي اللي تغلب بالاول، لكن المهم من اللي يغلب بالاخر. لياقه لياقه يا يما، وايد مهمه عشان الواحد يغلب. يلا 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 خلينا نلعب مره ثانيه. ماكو مره ثانيه ولا ثالثه. اول شيء نفذ الاتفاق اللي اتفقنا عليه. احنا قلنا ان المغلوب ذهب العشاء. يلا انتوا يا ريت روحوا المطبخ وذهبوا العشاء. شوف يلا. لا 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 شنو؟ لحظه، اي مطبخ عمي؟ انا اقول وين الجياكر تروح في اللعب؟ وكل شوي قال بابا هين تروح يضحك علينا. ادري غالبنا بالغش. ما ادري عنها، يمكن وانا اوزع عليكم دشه الورقه كذي بالشم. انا اشتراها بلا ديفيد كوبرفيلد. انت من الجنجفات. ها يبا يوزع خلاص خلاص عيال، انتوا المغلوبين. يلا يلا قوموا نفذوا الشرط اللي عليكم، روحوا سووا لنا العشاء وتعالوا. بس الله يخليكم، نبي عشاء وايد يعني نظيف. يلا 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 سووا لنا العشاء. لا لا خلاص خلاص نعيد اللعب مره ثانيه. لا 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 نعيد اللعب ولا بلوط. يلا يما روحوا سووا لنا العشاء، انا ورايلي نبي نقعد ننطركم على ما تسووا لنا العشاء. حاضر على امرك. شلون وزيه يما؟ الو اهلا. ايوه 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 اهلا اهلا يا حاج، ازيك؟ ايوه ايوه حاج. والله الف مبروك الف مبروك الف ربنا يتمم بخير عقبال البكاري. لا والله حاج مشاطر مشاطر يا حاج. لا يا حاج لا لا يا حاج، ده انا جدع وابن بلد يعني افهم في الاصول، بس ظروف يعني المدام تعبانه شويه مش هقدر اسيبها ولا ثانيه. ايوه حاج. يا سيدي الف مبروك الف مبروك مره ثانيه، مع السلامه. ايه نبيل، مين اللي كان طلبك في التليفون؟ ده الحاج رجب. مين الحاج رجب؟ الحاج رجب ابو حنان. مين حنان؟ حنان اللي هي فاكره البيت اللي كان هو بعتها لنا عشان نشغلها. الحاج رجب.
الراجل اللي بيشغل الرجاله بس. ايوه هو ده يا سي. يا ستي بقى الحاج رجب بقى بنته بتتجوز وكان بيعزمني، مش عارفه تتجوز ابن خالتها ابن عمتها مش فاكر. لا طب وانت مش عايز تروح ليه؟ معقوله يا سميحه ده الواحد بيرجع من الشغل مهدود حيله، عايزين نقعد مع بعض نتكلم بعض ناكل لقمه. لا مش ممكن. معقوله يا سميحه ده انا لو فاضي وفرح امي مش احضره واقعد معاكي. انا اقدر افوت ثانيه واحده ما اقعدش معاكي. انا قلبي ليك ميال ترى وما فيش غيرك عالبال. ده انت مياس مش ميال. انا قلبي ليك مياس. اقصى عليك يا سمسم. اقصى عليك انت يا بولبول. ايه خلاص يبقى اقصى علينا احنا الاثنين. معقولة هذه؟ كان يسوي لها تحاليل؟ صار لنا ساعة واحنا ناطرين. ايش فيك يبا؟ اصبر شوية يبا، ان الله مع الصابرين. بعدين الله عداك امي مدلقمه بعد على ما يلفون عليها الوايرات يبي لها ساعه. حاجه روح فيها ان شاء الله ما عندها الا نزله معويه بسيطه بس لا تحاتي بعد. ما جت لها نزله معويه؟ ها؟ ما كلنا نفس اكلنا بعد. هذه بشري ايش قال الطبيب؟ حامل. صدق والله؟ حامل؟ بالمبارك بالمبارك يا بنيتي بالمبارك يا بدر. عمي بدر ما له شغل، مو انا اللي حامل. عيال من؟ لا يكون لكل وزير والله يا حليل حامل. مبروك ابني الوالده حامل. الله يبارك بالمبارك يا ابوي. تسلم الله يبارك يا ولدي. نادي يبا عن الغشمه، ترى مو غشمه، على مين امك ايش فيها؟ عمي امي ما فيها شيء، كان طبيب مكتبه والتحاليل وياه والوالده عنده قاعده. والله متاكد راح اشوف عين. من سركم بلا ضحكتوا من سركم تضحكون. ها اكيد المساله فيها شيء، لكن حره حره حامل وحامل. انا رايح لها. على فكره انا بيش طريقه اكلك دي هتتخني. لا لعلمك اللحمه دي بتخسس. ليه يا شيخ؟ بقول لك ايه، احنا عايزين نجيب مصمم ازياء جديد. ليه مصمم ازياء جديد؟ هيعمل ايه؟ هيعمل ايه يعني ايه؟ هيعمل موديلات جديده للمشغل. اي كتالوج خدي منه اي تصميمات تعجبك، شرقي غربي هندي فلبيني اي حاجه. معقول يا نبيل؟ يعني هنسرق تصاميم ناس ثانيه؟ دي تبقى سرقه يا حبيبي. سرقه ايه؟ حته موديل كده ولا تصميم بتاعك تقول عليها سرقه؟ امال اقول عليها ايه؟ اقتباس يعني؟ السرقه سرقه يا نبيل. يا ستي مفيش عيوب بحالها بتتسرق والعالم واقف يتفرج عليها. فتحي مخك فتحي بقك. يا جمل يا جمل دي تخسسني 4 كيلو لوحدي. لا والله انت بتفتح نفسي فعلا على الاكل، مش معقول اللي انت بتعمله ده. يلا زتج. واي لا اله الا الله عليك يا هلال، ايش فيك مستعيل؟ الجناط. اي جناط؟ ترك الجناط الحارس يدخلهم. يلا امشي. انا بفهم شيء واحد، انت ايش حقه ما خليتنا نعلم خالتي ان احنا جايين؟ على الاقل استقبلونا بالمطار، مو احسن من جايتنا بالتاكسي؟ احسن يا حبيبتي مفاجاه. امي لا تفاجات وشافتنا داشين عليك كذي مره واحده بتستخف بتين. يلا. عارف يا موحى؟ ايه حبيبي؟ انا ببص لقدام. بص على السلطه. دماغك في الاكل سلطه ايه؟ ببص على المشغل. المشغل ده توسع جدد، حط فيه قسم الرجال والاطفال، ده شاديش وبدل وقمصان، وبكده نوفر للسوق كل احتياجات الاسره. يا سلام، وانا عندي بقى صحه واعصاب للحاجات دي كلها؟ يا حبيبي لا يا حبيبي، ده انت تقعدي في البيت كده معززه مكرمه حاطه رجل على رجل وتدي اوامر بس. التعب والمشاوير والقرف يقوم بيها جوزك حبيبك. هي سنه واحده بس، سنه واحده وتبقي اكبر سيده اعمال في المنطقه كلها. ولما حضرتك بقى تشيل المسؤوليه دي كلها لوحدك هشوفك امتى؟ يا عيني على الرقه.
يا حبيبي تجننيني بطتي شبد والله بطتي شبد بطل بقى يا بولبول بطل بطل انت بقى بطل يعني شو رايك هلال مستحيل مستحيل اللي قاعد اشوفه نوف هلال ابني شوي بالراحة بالراحة يا الغالية بالراحة يا معجزة تفضل يلا عجايب الدنيا سبع الحين صاروا ثمان يوزو عن الحسد والحقد يا حقاد والله أنا ماني شايفة فيها شيء عجيب ولا معجزة في واحدة بأمريكا حملت وهي عمرها 63 سنة بس إحنا عندنا الكحكبيد ليتيم عجبة مثلاً لا بس تدرين عاد حالة الوالدة وايد عجب لأن هذيش عندها 63 بس الوالدة عندها 65 65 عقربة تقرصك أنت ومرتك هاي الظالم ما عرفش منهم محترين خلي زيد على عمر السنة سنتين خمس مو 25 سنة محترين من هالشباب محترين العمر في الستيني ولكن القلب في العشريني محترين يلا يبا خلنا نمشي خلنا نقعد ونحرهم حره قاعدين على جبودكم قاعدين ضاحي شو شيطان قاعد يرافس يرافس ويسلم عليك بعد اقول بدر دامنا الجنين من الحين يرافس عيل بيطلع حارس مرمى لا انا اشك انه بيطلع شيء ثاني ما دام انه يرافس ضحكتوا من سركم بلا ضحكتوا من سركم اديني عليهم يلا دلفوا يلا حسب تكدرتي بس يبا معلش مين من وين محترين منك محترين هالشباب والضحكة هذه بعد عمري ضاحي انا اسوي شيء يبا كلش اجسي شيء خليك مرتاح انا بسوي كل شيء ها زين يبا بس انا ابي شبهك ضاحي شبهني طبعا لازم يشبهني ها شو بيشبهني يعني ما شابه اباه فما ظلم كلكم كذابين كلكم هالشكل ما لكم واحدة صادقة كلكم غدارين الحريم كلهم هالشكل واغريلك حرام عليكم حرام عليكم كل هذا سوونا فيني انتوا الحريم هالشكل طول عمركم هالشكل ماكو فايدة انا الغار انت يمه نفس الشيء كذابين حرام عليك تسوني هالشكل حرام عليك ما كنت متوقع منك هذا كله يا يمه كذابين الحريم كلهم هالشكل كل الحريم هالشكل كلكم هالشكل هلال كلكم كذابين هلال اعصابه تهدى واتفاهم معاه ده حل كويس برضو ابعد عن هلال اليومين دول خالص لا مستحيل اللي شفته هذا مستحيل كلكم كذابين كل الحريم كذابين خلص وغرعني وغري يسلم عمرك يا هلال علشان خاطري انا نوف حبيبتك خلاص عاد كافي حرام عليك تذوب نفسك ما اقدر يا نوف ما اقدر اجدل على روحي ما اقدر حاسني بموت يا نوف بموت انت ما سمعتيها وهي قاعده تدلع وتقول يا بلبل وهو قاعد يقول لها يا سمسمه
شو ما تبين يعين؟ شو ما تبي اطلع من هدومي؟ بسم الله عليك على العيون، بسم الله عليك يا هلال، الله يهداك. ايش فيك انت كذي؟ خلاص يبا، اذا على هالحكوى هذه بلبل وسمسمه، انا اقول لهم يسلم عمركم لا تقولونها جماعه. عمي روح انت الثانيه. انا ياهل عشان تراضيني الله يهداك. يا نوف حرام عليك. حسي فيني، انا تعبان. حاسس ان الدنيا كلها غلط بغلط. الله اكبر يا يمه، الله اكبر. اسافر واروح وارجع. حلقة امي متزوجة، ومتزوجة منو؟ متزوجة بلبل هذا التعبان الموظف اللي عندنا. انا ماني مصدق. انا في حلم ولا في علم؟ اعصابي 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 ماني قادر اتحمل. حرام عليك، حرام عليك يا هلال. أنا عذرتك، أنا عذرتك، لأن فعلاً المفاجأة اللي شفتها ما في إنسان يتحملها. بس يا هلال، يا هلال يا ربي، ترى هم ما غلطوا، تزوجوا على سنة الله ورسوله. إنزين وأنا؟ وأنا يا نوف؟ ما فكرت فيني؟ إيش أقول للناس؟ إيش أقول حق ربعي؟ أقول لهم هذا زوج أمي؟ حط ايدها بايده قدام الناس وقول لهم هذا راي امي. الله اكبر، ماني مصدق عقلي. زين هي طول عمرها تقول لي انت يا هلال، انت حبيبي، ما في الدنيا غيرك احب الا انت. هاي تزوجت ودمرت. يا بعد روحي، يا بعد عمري، هي ما غلطت، ما سوت شيء. وبعدين امك مو اول وحده تتزوج، يعني وايد ناس تزوجوا، وايد حريم تزوجوا. الله يهداك، انت مكبر السالفه، ترى هي السالفه ما تستاهل. كاهي فوزيه تزوجت عمك ضاحي. لا، فوزيه خير. فوزيه ما تزوجت عقب عيالها، تزوجت قدام عيالها مو من وراهم. تزوج عينك عينك، اشكره ما قصت على عيالها، لكن انا انقص على عيال. في فرق كبير يا نوف، فرق كبير بيننا وبينها. صبر يا هلال، صبر، الله يهداك، صبر، لا تصير مجنون يا هلال، صبر. اقول لك واخري عني، واخري. وين ابو صبر؟ تعال تعال اضرب مامتك يا هلال، الله يهداك، تعال معي، تعال. واخري يا تعال كسرينك. انت بهالشغل، خليني انا بكيفي، انا حاط ربان بطبخك حق حقتي. خلاص خلاص يا نوف، سيبيه يضرب مامته. مامته؟ مامته يا سمسمه؟ انت مو ام هلال، انت ام نبيل. هلال خلاص صار بالنسبه لك ماضي وانتهى، هو المستقبل نبيل، هو كل شيء. الحين انا عرفت ليش، الحين انا عرفت ليش كنت تبين تزوجيني، عشان تفتكين مني وتتفرغين حق اللي اسمه هذا نبيل المعرس. خلاص يا ابني، كفايه كده، كتر خيرك، كتر خيرك يا ابني، كتر خيرك. ايه طبعا، صرت الحين انا اللي ظالم، وانا اللي ظلمتك. ايه تكسر الخاطر مسكينه، انا اللي قصيت عليك وزوجت من وراك. كافي عادي يا هلال، كافي، حرام عليك، هذه امك ما تستاهل تسوي فيها كذي. انت يا ندم، سوتي جرمتي هي، والله انا اقول له طارقها وكافخها احسن من هالحكي اللي نازل عليها مثل السم. واخري بس يلا، ها شنو؟ بعد؟ حاطه صورته عندك بالغرفه؟ اي طبعا. ما تقدرين تفارقين الا لحظه واحده، بتشوفينه قدام عينك كل وقت. الله يهداك يا هلال، إذا هو قاعد عندها هني بالغرفة، الحين تعاتبها على صورته؟ زين أنا صورتي وينها؟ صورتي وين حطيتيها؟ خلاص أنا بالنسبة لك انتهت، خلاص أنا خسرت. طبعاً حطي صورتي أنا ولدك حي الله. لا حبيبي، لا لا، هي صورتك، هي حتى لو تشالت صورتك دايماً جوا قلبي، جوا عينيا. لا كلك كلك كلك، الكلام هذا سامعه اكثر من مره، اكثر من مره. انا سامعه من جدتي، الحل الوحيد هو الطلاق، الطلاق ما في غيره. حاضر يا حبيبي، حاضر حاضر، بكره يا ابني بكره. لا 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 لا، بس عاد بس عاد، يعني الطلاق الحين هذا هو الحل؟ لا والله مو هو الحل، الزواج تم وخلصنا، واللي صار صار، ان ابغض الحلال عند الله الطلاق. سمعي سكتي، يعني انتي سكتي، لا تدخلين بيني وبين
امي احنا كيفنا؟ قولي لي قولي لي يما وبسرعه، قولي يا عروسه المستقبل، قولي يا عروسه نبيل، بتطلقاني ولا بتروحي معاه؟ الو، ايوه سميح، ايوه، ايه اللي حصل؟ زي ما بقول لك كده، هلال خرج زي المجنون، اكيد جاي لك الشقه. بقول لك ايه يا نبيل، علشان خاطري، علشان خاطري انا، مهما عمل فيك اسمعه وقول له حاضر. يا نبيل يا نبيل، حتى لو طلب منك انك تطلقني قول له برضو حاضر. يا حبيبي هلال ابني، وانا مش عايزه فضايح ومشاكل. طب الحل؟ طيب اسمع، انزل من الشقة قبل ما يجي. وانت يا اخي جالك جواب من مصر يا استاذ نبيل. جواب من مصر ولا من اسكندريه؟ بعته لك الاستاذ كمان. ما ماشي، بس ما تبقاش بعد كده تقعد ترن الجرس بالطريقه بتاعتك اللي انت بترن بيها دي. انا اسف يا عم، خلاص انا اسف. اي حد يسال عليا اقول ان انا نايم. لا قول له مش موجود خالص. انا اسف يا عم، انا اسف. يلا يلا. وانا ناقصك انت الاخر يا كمال. الو، ايوه سميح. لا لا لا، ما جاش لغايه دلوقتي. لا انت بتقولي ايه يا سميح؟ اسيب البيت ازاي يعني؟ هيعمل فيا ايه يعني؟ لا 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 لا، مفيش. الحل هو المواجهه. انا ما اعرفش اهرب. لا لا يا ستي، ما تقلقيش ما تقلقيش. ثانية واحدة، أصل أنا سامع صوت حد برا. أيوة سامع صوت حد برا. أيوة هكلمك تاني. مفيش حد برا. كان بيتهيالي هو لو كان عايز يجي كان جاي من بدري. مول يا حمود،
ان شاء الله ان شاء الله يبا جايك. لحظه بس ارد على التلفون وارد لك. الو نعم. هلا ناديه، شلونك يبا؟ شو الوالده؟ احنا الحمد لله بخير. انا زعلان؟ لا ماني زعلان، بس اختك مضايقه خلقي. صدقيني يا ناديه اتمنى الحين انها ما حملت. شو تقولين ناديه؟ يوزي عن الغشمره، ترى مو وقت الغشمره الحين. انت تحكي من صدقك؟ امك حامل وبهالسن؟ لا لا يبا، كل شيء يصير، ماكو عند رب العالمين شيء مستحيل، يجوز ليش لا. عيل اقول لك شيء، ليش ما تي الوالده تنام عند خلود؟ ايه ثنتين هم حمل وثنتين هم يشيلون بعض، ايش رايك؟ ما ادري من هل جاينا هالحزه، ما سمعين جرس الباب ينطق؟ انزين لا يا بنت الحلال ما اقدر اجيكم. ماني زعلان، ماني زعلان من احد، بس انت تعرفين طبعي انا يختلف عن طبع ريلك وعن طبع ابوه. المثل يقول يا ناديه روح بعيد وتعال سالم. ايه لا ان شاء الله يبا، هذا اللي بك علينا بجرس الباب. ان شاء الله ان شاء الله. اوكي يلا مع السلامه يبا، بعدين نكمل. مع السلامه. اهلا وسهلا، تشرفنا، كملت. احتراماتي يا خالي، اقول لك قوه ولا ماكو داعي؟ يا البغل ما تستحي، لعن ابوك حتى السلام ما تبي تسلم على خالك. ها الوزاره اللي تدرس فيها شو اسمها؟ اسمها وزاره التربيه، يعني مفروض انت متعلم منها التربيه يا البغل. اذا مطلوب من المدارس تسوي كل شيء، مع احتراماتي ايش فايده الاهل؟ انا لو عندي اهل وعندي احد يهتم فيني مو هذه حالتي. لا قول لي خالي، امي وينها في؟ اسمع يا عادل، لعانتك انا عارفها زين، واسمع اذا عندك كلمتين ودك تقولهم يلا قول هالكلمتين اللي عندك وخلصني. انا لما نيتك المكتب وسالتك على الوالده قلت لي سافرت السعوديه عند خالتها، لكن الحقيقه مع احتراماتي غير كذي يا خالي الغالي. يا عادل امك تزوجت. ربعي زفوني اذبحوني ضحك وطنازه، خالي مطلعين علي نكت، سمعت اخر نكته يقول في واحد امه تزوجت هلال عد نجوم القايله. اسمعك غيرها؟ لا انا اللي بسمعك. اكو واحد هايد دايما بالشوارع ما يدري عن دراسته ومدرسته، وعقب مده تذكر ان لا ام وراح يسال عن امه. يعدوني خبل، عدوني ما افهم، ياهل يعطوني خبر، يحسوا فيني يعلموني، كني عدوني ولد دياركم مو ولدها. هي وينها فيه؟ العروس وينها فيه؟ اسمع يا عادل امك مسافره مهني طبعا بشهر العسل. بالمبارك يا نوف، بالمبارك، منا المال ومنك العيال. يلا مبروك يا معادل، مبروك. وهذا انا قاعد هني، بتم قاعد لما ترد العروس من شهر العسل. ها بس ابي عشاء، ابي عشاء دسم، لان انا فيني انيم يا خالي يمكن انت ما تدري، وابي بعد العشاء شاي، شاي عشان احبس، وبعد الشاي ابي موسيقى كذي كلاسيك فيها ديسكو عشان يكون عشاء راقص. هذا اللي حوشناه من زواجك يا نوف. بدر خلي اشوف الصوره اللي عندك. ها لا ما ما ماكو صوره، ماكو صوره. شنو ماكو صوره؟ عطني بشوف الصوره اللي انت قاعد ترسمها، عطني عاد عين الغشمره، عطني خلي اشوفها. مو هو بصراحه يعني
حقيقة خاف تشوفينها، أدري فيك أنا زعول وتسوي لي سالفة طويلة عريضة. يعني شنو زعول؟ لا كون اللي راسمها أنا، عطني خل أشوفها، عطني عطني لا تخليني أعصب، عطني بشوف الصورة. ماكو شيء عطني بشوف الصورة، عطني ياها عطني ياها. بدر؟ من هذه العيوزة اللي ويا البرج والأهرامات؟ بدر هذه أمي مو؟ تبي الصراحة عادي يعني كذب على الله خيبة، تبي الصراحة بصراحة إي إي. صدناكم. حتى احنا ودنا نشوف الرسمة. اي رسمة هذه اللي تبي تشوفها عمي؟ ماكو ماكو شيء تشوفه، حتى طالع يدنا خالية. ولا صورة حق زوجتي وانا بصراحة يعني ما في احد يشوفها. ورني الصورة اللي ورا ظهرك، ايش وريني اياها؟ ماكو صورة عمي، ماكو شيء عمي، ماكو شيء. مو 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 صورة. لا علامكم قمتوا تقطعون صرتوا كلكم هلال، ها؟ بدر انا سمعتك زين، وانت تقول حق نادي هذه الرسمه رسمه امك. عطني الرسمه احسن لك. ناديه سمعيني زين، اذا ما عطيتيني هالرسمه الحين بولد وبايب لك اخو يطلع عيونك. والله تسويها تصدقين، اللي تحمل بهالسن ممكن تولد بالشهر الثالث. طلع شوف انا زين يعني. واحده حامل وبرج كذي مايل والاهرامات ما فيها شيء، فوزيه عاديه هذه. عادي ها؟ صوره كاركتريه هذه. تضحك يعني انت متآمر وياهم عدل؟ يعني عجبك هالشيء؟ انا انرسم ويا الاهرام يعني انا حملت وانا عيوز وهي مولوده بايام الفراعنه. بصراحة مو هذا قصدي يا جماعة، أنا يعني قاعد أقول إن البرج برج بيزا والأهرام يعني من عجائب الدنيا السبع، فأنا حطيت أمي معهم. كنت متكحلها عمد اللي هو. اسمع اسمع بس، عاجبك اللي قاعد يصير ها؟ على آخر الزمن أنا رسم حق الضحك والطمازة يعني زين كذي؟ لا مو عاجبني بصراحة، مو عاجبني يا فوزية. بدر يا بدر بدر طالعني مرة ثانية، أبغى ترسم أمك فوزية ارسمها من عهد سيدنا نوح، قصدي ارسمها وهي شباب بعدها تو الناس يعني تو شابة. ان شاء الله ان شاء الله ما شاء الله، يعني انا ما يخالف، انا ممكن ان انا والله يعني ما ارسمها، ولكن من اللي يمنع باكر الصحافه والجرايد؟ يعني اذا الناس عرفوا بالخبر ووصل الخبر للصحافه والجرايد من يقدر يمنع الرسم؟ وبعدين لو عرفوا الناس بتشوفوا كالات الانباء والتلفزيون والصحافه والاذاعه كلهم سره واقفين عند باب بيتنا. لا يا ابن الحلال شلنا بالفضائح، انا اعرفه خاصه هذه وكاله كونه وسي ان ان، نعرفه ان عندنا شغله هني تلاقي بعد خمس دقائق عند الباب. لا يا ابن الحلال خل كل شيء مستور ولا يطلع برا. اي اسمع، فضايح وش حق فضايح؟ ولا فضايح ولا حاجه. لا يا عيوني التلفزيون والصحافه وكاله الانباء كل واحد، ما حد يكره الشهره، انا احب الشهره، لكن انت ورايلك لا. هذه وكاله الانباء والصحافه وصلوا عند باب البيت. صح أكيد هم وصلوا. ضاحي تعال بعد عمري تعال خلي صورونا. الله عمدهم اسمعوا بصر مشهورين يا ضاحي بصر مشهورين. أنا بعد بتصور وياكم، بس أقول يا جماعة إذا سألكم أي سؤال لا جابون إلا بفلوس، هاللي جابة بعشرين والصورة بخمسين. خوش خوش حجي فلوس وشهرة. الله حجي هذا. بدر بطل بابي بقى. إن شاء الله طال عمرك. يا هلا يا هلا مرحبا يا اهلين حياكم الله. هلا والله هلا هلال هلا نوف هلا والله الحمد لله على السلامة. متى الوصول؟ من ساعتين. لا هلا بدر سلم عمرك لا تكلم هلال. هلا هلا بعد عمري الحمد لله على السلامة. هلا بعمري هلا بو عمي ضاحي. هلا يا هلا هلا نوف الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة يا هلال. هلال ايش فيك يا بوي؟ عسى ما شر. علامك يا ولدي.
الو اي نبيل، هلال وصل عندك؟ الله يهداك يا ام هلال. اي نبيل هذا اللي تتكلمين عنه؟ لا ولا اي انا حمود اخو نوف. اهلا وسهلا فيك، الشرف لنا. يا هلا. اقول ام هلال، هلال ونوف وصلوا من السفر؟ زين زين، خوش خوش، الحمد لله على سلامتهم. عيال مدام كذي اكو موضوع ودي اشوفك، وموضوع ضروري عشان تكلم فيه انا وياك. لا يا بنت الحلال، التلفون ما ينفع، لازم اشوفك ونقعد نتكلم فيه. ما صارت، ما صار، ما صار عشاء، ما صار عشاء، تاخرتوا يا جماعه. ترى السيرفس عندكم حيل تعبان، نوقوزي كان واصل، يعني اتعشى برا. اسف اسف يا ام هلال. لا ما سمعت اللي قلتيه. شلون لو وصل دلوقتي هلال هتجي؟ قول له ماما سميحه مستعده تعمل اللي انت عايزه، تنفذ لك كل طلباتك، بس ما تخلوش يعمل لي مشاكل وفضايح. طيب طيب يا سيدي، انا متشكره قوي، ربنا يخليك، مع الف سلام. مع السلامه. امال يكون راح فين دلوقتي؟ اكيد راح لعمه ضاحي، وطبعا مش هيتوصى، هيشعللها نار. وتالتها وياك يا هلال، عيب عيب، تبكي مثل الحريم، عيب. خليك رجال، لو دموعك هذه تصير نهر، والنهر هذا يمشي من هني الى بيتكم، ما توصل لحل مشكلتك. يا ولده يا ولد طنط سميحه، على قولة ولدي بدر. على الاقل انا سويت شيء بجيت يا عمي. لكن انت سويت، كلكم سويتوا. أنا قايل لك يا عمي، جيتك هني ببيتك وقلت لك قبل لا أسافر، قلت لك إن أمي تبي تتزوج، ليش ما منعتها؟ ليش ما منعتوها؟ ليش تميتوا ساكتين كلكم ما تحكيتوا؟ يا هلال، الوالد ما سكت، الوالد هددها ومنعها وزفها وكل شيء قال لها، لكن ماكو فايدة، علشان كذي تزوجت من ورانا. اسمع ذي ايش يقول؟ هالحين اللي سمعت يقول سميحة صغيرة انحاشت وتزوجت من وراء أهلها. هاي يبا لا يا عيوني، سميحة مرة كبيرة، كيف هي تزوجت على سنة الله ورسوله؟ بس ليش قصت عليه وتزوجت من وراي من غير ما أدري؟ صاج صاج رايلي، إيش حق تقص عليه؟ ليش تزوجت من وراه؟ لا يا جماعة لا، قالت له، قالت له وعلمته. أنت كنت تدري يا هلال، كنت تدري من قبل تسافر إنها تبي تتزوج؟ لا ما أدري، لكن لا يمكن أوافق إنها تتزوج. قالت لي سافر يا حبيبي، سافر وانبسط انت وزوجتك نوف. لكن انا ما راح اتزوج، قصت علي وتزوجت. انت يا ناديه، انت يا ناديه، ترضين امك تتزوج من غير انت ما تدرين؟ اكيد بترضى، لان هي متاكده انها بتزوجها ولد ريلها. اي القهر، اي القهر، انا ما ادري، ما ادري انتوا ليش، ليش تدافعون عنه؟ كلكم ليش تدافعون عنه؟ انت بالذات يا عمي، ترضى ان مرت اخوك تتزوج؟ وانت يا بدر، ترضى على ام ولد عمك تتزوج؟ كلكم ترضون يا حجي؟ انت ترضين؟ انت يا نوف اقرب الناس لي، ترضين لو عندك ولد تتزوجين من غير ما تقولين له؟ انا سويت كذي؟ حشا ما سويتها. انا لو عندي ظنى عندي ولدي حشاشة يوفي حبيبي، ما اخذ رايه؟ اذا هو ما يوافق ما اسويها ولا اتزوج، لو اموت ما اتزوج. لكن شو الفايده يا هلال؟ ماكو فايده، انت الحين حق معذب نفسك وحارف فادك، ماكو فايده، ماكو فايده، الفاس طاح بالراس، ماكو فايده. هلال يا ولدي، كلام مرتك عدل. انا صراحه بغيت اكره، بغيت اذبحه لما عرفت السالفه، لكن شو اسوي؟ ماكو فايده، شفت ماكو نتيجه، يعني هي تبي وتلاحقه من مكان لمكان وتطرد من سكه لسكه، والظاهر انها تحبه وتبي. هيا القهر، انا مبطش ابدي لها الحب هذا. اخي القهر، اسمح لي اقول لك يا هلال، اسمح لي اقول لك انك اناني. تدري شنو مشكلتك؟ مشكلتك انك ما تبي امك تهتم ولا تحب احد غيرك. اي والله، وانت صاجيه بنيتي، مثل ما تحبون حق نفسكم حبوا حق غيركم.
هذا انت حبيت يا هلال وتزوجت، وش حق امك؟ لا ولا حلال عليكم انتو يا الريايين، وحرام علينا احنا يا الحريم المساكين المكسورين اليناح. كل من يغني على ليلى والنار ما تحرق الا رجل واطيها. يا عمي انتو ما سمعتوا اللي سمعته ولا شفتوا اللي انا شفته. سمعتها تقول له يا بلبل، وهو يقول لها يا سمسمه قاعد يتغزلوه. انا امه يا مرت عمي اتزوج بلبل. احمد ربك ما تزوجت غراب. تدريش الحل يا هلال؟ المفروض ان سمسمه تاخذ بلبل وتروح تعيش فيه بقفص ثاني، ببيت ثاني بعيد عنا ونفتك. لا يعني لا، لا يمكن اخليهم يتزوجون، لا يمكن اخليهم يعيشون مع بعض. الغراب هذا اللي مطلق امي، لازم اخليه يطلق امي. Thank you.